مختصر الأخبار. أهلا بكم إلى مختصر الأخبار. البداية بجديد الحالة الوبائية بالمغرب، إذ كشفت وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل 464 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كوفيد-19. معطيات الوزارة كشفت أيضا تسجيل 7 وفيات جديدة بسبب الفيروس. جددت جمهورية سورينام على لسان وزير خارجيتها ألبرت رامدين دعمها الكامل لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. وأعلن رئيس دبلوماسية سورينام خلال لقاء صحفي جمعه مع وزير الخارجية المغربي ناصر موريطة قرار بلاده فتح سفارة بالرباط وقنصلية بمدينة الداخلة. يعقد فريق العدالة والتنمية بمجلسي النواب والمستشارين غدا الجمعة بمقر مجلس النواب ندوة صحفية، وتخصص الندوة لتسليط الضوء على مجريات الدراسة والتصويت على القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلسي النواب والمستشارين والجماعات الترابية والأحزاب السياسية. أعطيت اليوم الخميس بالرباط الانطلاقة الرسمية لعام الإسيسكو للمرأة 2021 تحت شعار المرأة والمستقبل، وذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتشارك في الاحتفالية شخصيات نسائية رفيعة المستوى في جميع المجالات من العالم الإسلامي وخارجه. نهاية المختصر، أطيب المنى وإلى اللقاء. مختصر الأخبار.